هل سيصاب الشخص الذي يلمس الحيادي بصدمة كهربائية؟ إنه لا يحدث له شيء، لكن إذا لمس الطور فإنه سيتكهرب. في الصورة التي لدينا آلة كهربائية ليس بها أي عيب كهربائي. الآن نوصلها بالمأخذ، فعند لمسها من طرف شخص ما لا يحدث له أي شيء، لأن الآلة سليمة كهربائيا، حتى ولو هي غير مزودة بالمأخذ الأرضي. الآن نزودها بالمأخذ الأرضي ونشغلها من جديد، فنلاحظ كذلك أن هذا هو المأخذ الأرضي، أن الشخص لا يصاب بأي صدمة كهربائية أو تكهرب. الآن نحدث في هذه الآلة خللا أو عيبا كهربائيا، بمعنى أنه نجعل الطور يلامس الهيكل المعدني للآلة ولا نزودها بمأخذ أرضي. وعند تشغيلها لاحظ في حالة لمسها من طرف الشخص أن التيار الكهربائي يتسرب عبر نقطة التماس للطور مع الهيكل المعدني ويمر عبر الشخص الذي يلمس الآلة إلى الأرض، فيصبح الشخص محل لمرور تيار التسرب، وهكذا يصاب بصدمة كهربائية. محاكاة ماذا يحدث في حالة لمس الشخص آلة كهربائية بعيب كهربائي سيتكهرب، لأن تيار التسرب يمر عبر جسمه إلى الأرض.